وتو نتخيل برشا قاعدين يسمعوا فينا ويحبوا يسمعوا الجواب نتاع حاتم بولابيار على السؤال اللي يسأله اللي جاي من برشا مستمعين ومن داخل يفام ومن خارج يفام ومن داخل تونس ومن خارج نحسن أي عبد يسمع فينا يتسأل هل السؤال اللي وصل لنا هل حاتم بالحاجة السؤال نتاع العباد دوك مش سؤال تاعنا ومش سؤال وار بولابيار وار بولابيار هل حاتم مازال سياسيا خوينجي ولا والجواب اللي نستناو فيه مقبلة عندك سؤال دونك نزبيك توتويت وباش نجاوب نجمة وعليه بجاوب نجمة ما عندكش الشجاعة الكافية باش تجاوبني في العين أو عليه لأنه ماش كنذكر نجلة أول مرة تقابلنا في بلاتونا في الورتاني نحيوه وكنت على يسارك كيما وائل صحيح وكنا نحكي ونفدلك وكل شيء ونحكيه على بنتك بنتي وكل شيء حتى سي جي لو مومون اش قال انت كي كنت في النهضه اش عملت انت نجله انا عملتها انا عملتها نجله تهزت حد وليت كان مش عطيني تليفون بطل باهي بعد خديت الواتساب كمان اما صراحه يا اخي قصوا التربيره وما تجاوبش بالحق نظره نجله لي انا وكيما توسب كل ما فهمتش نجله تقول لي انت موديان وكل شيء اش ماشي تعمل خلينا نتفاهم وين نجاوب عمري ما كنت خوانجي ريت توا نضال قال محبة الرسول كل شيء نضال كونسيرفاتور محافظ كيفي أنا كيف 80% من التوانسة فماش عيب محافظ والتقوى متى أنا تزيد شوية في الشتاء وتنق شوية في الصيف تعرف عليها يوزع سيحات اسمع تحنا توانسة إذن شو اللي صاروا فيه في 2011 صارت حاجة كانوا لتحومتي يوسف الشاهد لا يذكر بالخير في سان جيرمان في باريس نحكي على السياسة وكل شيء on sait réapproprier le pays كيف يقولوا معناها ولينا الشيء العام اللي صارت حاجة في المنتج جانفي شو اللي صار مشيت لحم نعمل السياسة اللي صار أول لقيت روحي أنا محافظ لقيت روحي في حركة النهضة ولتحومتي عايد لي كل شيء دونك عديد 6 سنين في حركة النهضة خنقولوا بإيجابياتها وسلبياتها توا شو اللي صار من بعد اللي صار هو في 25 جويلية 2019 دونك عندنا عامين توا مسامحني حاتم معناتها جوست نقص على كلامك بالعسل اللي انت تعرف وقت اللي تنتمي الحزب معناتها سياسي تحب ولا تكره لازمك تكون تتبنى الايديولوجيا اللي هو يمارسها واللي هو يخمم فيها واللي هو قاعد ليكزيرس دونك انت مائتك الحركه النهضه ما جاش من فراغ جاي من ايديولوجيا مخبيه عندك انت اللي هي تتشاطر ايديولوجيا حركه النهضه المحافظه مش ايديولوجيا المحافظه هو نمط عيش معناها انا محافظه ما ننتميش لحركه النهضه الفرق هو انه فما دوزه نتاع سياسه جيده حبيت نعاون بلادي ونقول لك حاجه اشتروا التوانسه 2011 في 23 اكتوبر 2011 اشترهم روا عطاو الثقه حركه النهضه المخزون اشتر المخزون الانتخابي نحكيو المقيدين واللي تنقلوا خلينا في حاجه واللي اختاروا واش كانوا مدخبوش كيما اللي انتخبوا جوج ما مشاوش كيف راه وليت مشى واللي مشاوش كيف توا السؤال السؤال ضاع السؤال هل نادم ولا هذا سؤال مهم هذا مهم نادم ولا انا نحب نجاوب سالت هل نادم ولا هذه اكثر نريد نعمل لها سونداج هذا هو راه حد ما سالك هل نادم ولا اما ذلك جيت واحد حسيت هذا هو توا حكينا على اللي سوريك توا حسيتك تحب تطلب من الناس هو تلما استنى بالي يمكن نجله كانت تعطيه التليفون نطلب اسمي نعطيك الميل باهي وائل اسمعني استنى دوك انت تو باش تقول لنا هل نادم ولا باش تجاوب على السؤال هذا اللي مساله لك حد بس هو موتيل مستنى ندم راه يلا الاجابه نتاعك حد باهي وائل اون بوليتيك كوم اون امور اون شونج دافي بالحق بالحق يا كو لي زانفيل كي شونج علاش باسكو اون ايفوليو يعطيك صح اون ايفوليو تو نادم ولا باش نجاوب بديت بياف اش تقول بديت بياف نو جو نو ريان دو ريان Non, je ne regrette rien. Voilà. خاطر شنو هي؟ اكسبيريونس في الدنيا. تجربة. عرفت الدولة من الداخل. أنا اليوم مش نحكي معكم اللي تو خاطر عرفت بوندون 7 سنين دولة من الداخل فهمتها. دونك ناخذ تجربة بالحلو نتاعها بالمر نتاعها كما تقول إيديت بياف بالمال لو بيان ونقدموا هذيك الدنيا راهو فات. كو سوا في حياتنا الخاصة.
ولا حياتنا معناها السياسيه نقدم اديت بياف هي اللي نادمه برشا في الحقيقه. علاش غنيت علاش غنيت نادمه اكثر منك. اما الدوله الموازيه حاتم لانك ما كنتش تتقلد مناصب رسميه في الدوله، كنت في الحزب الحاكم اللي كان عامل دوله موازيه على نفسه، ومن خلال هالتموقع هذايا اللي هو في نفس الوقت مش سليم حتى تعرف كنت تعرف الدوله من الداخل وتتحكموا في مقاليدها بطريقه من الخارج غير سليمه وغير شرعيه. سامحني لازم نقول الراي هذا. لا لا هو هو راي سوائل. بارك الله فيك وائل. خلينا نفهم تو المستقبل اللي قلنا العشيه هذيك اش صارت فيها، خلوا المؤرخين يحكيوا كيما العشيه مش تجي تو. مثلا خلينا نقولوا 19 29، عشريه هي السيد قيس سعيد، فما عشريه رب. نحن عملنا 10 سنين نهضه، باش نعملوا 10 سنين قيس سعيد؟ اسكو اون ان بو في المودي؟ ما نعرفش. ومادام حاتم كيف ما قلت انت تعرف الدوله من داخل، باش تقول لنا من بعد على شنو امور البنك سنترال اللي ضربت ناقوز الاخطر يلزمنا نعرفوها. اما تو على اديت بياف وعلى صوت اديت بياف نمشيو لي اف ام اكسبريس.